هكذا تعد اللبنة الأولى للحصة الترفيهية التربوية عمو يزيد. وفي هذا الأستوديو الذي كان محجاً لأطفال قدموا من مختلف الولايات وأبوا إلى أن يشاركوا ويصفقوا ويتجاوبوا مع أغانيها. أنا جيت نشوف عمو يزيد أول مرة نجي لهنا. حصة عمو يزيد شابة بزاف، إحنا كمان نحبوها ونجو ليها. حصة عمو يزيد رائعة جدا، لما أرى ما مثلها من قبل. دابا بزاف ودائما نتفرج على التلفزيون نهار 3-5 في الشروق. جيت من ولاية عين تيموشن باش نشوف حصة عمو يزيد. عمو يزيد البرنامج الذي استطاع ولوج بيوت الجزائريين من الباب الواسع، لقي رواجا لدى الصغير وحتى الكبير. احنا مع الأول كدرنا التسجيل هذا، عم بنا يكون تسجيل عادي، ولكن لحقنا فوقنا 100,000 تسجيل، يعني الأطفال من كل ربوع الوطن كما راكم تشوفوا نكلموهم في الهاتف كما وعدناهم، ولكن حقيقة ما كانش على بالنا بلي تسجيلات تفوق هذه الأعداد الهائلة. لازمهم شوية تاع الصبر ونكلموهم إن شاء الله كامل الأطفال هادو، ولكن حاجة تفرح إنه الطفل تسيبو يسكن في الشرق، أقصى الشرق ولا أقصى الغرب ولا أقصى الجنوب، متشوق أنه يجي يحضر في حصة عمو يزيد، يعني شيء يشرفنا بزاف. حصة ثقافية زعما تعليمية، حي مليحة زعما الطفل يتنشط على كل حال. وتدعيما للثقافة التربوية لدى الأطفال اختار. أنا لولو هدى، ندير فركن تاع عمو يزيد، عندي ركن الباحث، كل حصة نقدم شخصية. كليبو يقول الحكمة في كل حصة، أنا هو كليبو. لحظات جميلة مع البراءة اختارها عمو يزيد لتوثيق أهم لحظة في حصته التي باتت تحمل رسائل توعوية تربوية لأطفالنا.